طبعا صايب اون روسيت تري تري فاسيل وسهله وما تحتاجوش المقادير بزاف. غنحتاجو جوج بيضات، غنحتاجو الشاركوتري وهذا الفرماج هكا، توست، الحليب والبزار. دونك هنا درت البيض، جوج بيضات، الحليب والبزار، وهنا غادي نشد التوست، غادي ندير فيه هكا الفرماج، غادي ندير شاركوتري، وغندير وحده هكا فوق وحده، ديرهم في البيض هكا يتغطسوا دي دو كوتي. واش كتشوفوني هنا مزيان وبا؟ غادي ناخذ مقلة، غادي ندير شويه ديال الزبده باش يتحمر لينا التوست. دونك ناخذ قبل ما نخرجوا غادي ندير شويه المونتاج لا فيديو اللي غتكون ديجا تحطات ديال الرحله ديال الاكادير. دونك دابا غادي ندير لها المونتاج. لبسنا وتقدينا باش غادي نخرجوا نتغداو، خاص غير اختي تسالي باش نخرجوا. وملي غادي نخرج عاد نوريكم الاوتفيت. الماكياج اللي درت هو هذا خفيف دغيا دغيا، درت ان بيتي غلوس واخا غادي تمسح ليا مع البافيت، المهم تصور به الا تمسحي تمسح سي با غراف. التحدي هو تاخذوا فريتا وتعمروها بالمطارد وتاكلوها. راك كتاكليه لا راك كتجي حار بحال حار هكا. نشوف شحال درتي. كنت قلت لك انا كنت شويه صافي. واحد جوج ثلاثه ما هاش كاين صداع. كنا جالسين في ان كافي، راه صورت لكم ودابا غادي نمشيو للدار. الى عاود درت شي حاجه راه غادي نوريها لكم. حنا دابا يلاه دخلنا للدار، يلاه بدلت حوايجي، مازال ما ديماكيتش، مازال ما درتش ماي سكين كير، دونك خاصني ضروري دابا نوض ديماكيا ونغسل وجهي وداكشي. شي با غران شوز، مشينا تغدينا بخي تمشينا ابخي جلسنا في ان كافي، بقينا كنهضروا طولنا في داك لو كافي فرو سيتي كول. من بعد شدينا تاكسي رجعنا في حالتنا للدار. دابا غادي نديرو اوف كورس ماي all time favorite show friends out any day 2. hello guys, هاد الصباح غادي نبداو في الكوزينه. جو في بريباري دي كريب وقلت علاش لا ما نبارطاجيهمش معاكم. اول حاجه غادي ناخذ جوج ديال البيضات، نزيد عليهم قبيصه الملح، نضرب هادشي، نزيد سكر فاني، غنزيد جوج معالق كبار ديال السكر، نخلطو هادشي، جوج معالق كبار ديال الزبدة دايبة، نزيد الحليب، نزيد الدقيق واحد 150 غرام، ربلوها أفون باش ما يتكورش ليكم. دونك درت مقلاة سخون وغادي نطيبو لي كريب. درت أول وحدة، جاني صعيب نصور ونوريكم. انا ديما خاصني ندوق الاول. تري بون. هيلو، ما عاودتش بنت
من قبيله حيت مصبح وانا خشي راسي في بيسي كنحاول ندير دو مونتاج لا فيديو النهار جيت لاكادير غتكون ديجا محطوطه في يوتيوب الا مازال ما شفتوها سيروا شوفوها غتلقاوها في لو اي ولا غتلقاوها لتحت اون ديسكريبسيون. مصبح وانا عاصره في هذا المونتاج ما كملتش المونتاج كياخذ لي انا المونتاج بزاف الوقت ما كنعرفش نديرو بالزربه كنبقى نركز في لي ديتاي وداك الشيء. من بعد دابا غادي نوض نتقاد باش نصور فيديو وخواتاتي وبغيت نوريكم ان بو لونفير دو ديكور كيفاش كنتقاد كيفاش كنصور وداك الشيء قبل وشحال مره كنديروا الفيديو قبل ما تصدق لينا حاجه وحده. دونك غادي نحاول نوريكم هادشي هنايا. دونك دابا غادي نوريكم كيفاش كنتماكيا بالزربه ما غاديش ندير شي ماكياج تري شارجي غير شي حاجه هكا سامبل باش ما نبانش هكا مريضه في الفيديو. صوروا اون فيديو تيك توك اللي غادي نحطها في ريلز في انستغرام لكم انستغرام ديالي هنا ما عرفتش كتسمعوني مزيان ولا لا. دونك ايدغاتيت وجهي بهذا ديال لوريال ايدغات جينيوس. غادي ندوز للحجبان ديغنييغمون وليت كنتراسي حجباني بهذا لو كريون ديال ريفولوسيون لا ريفيرونس لايت براون. نعاود نوريكم كيفاش كنتراسي حجباني ما كيجوني لي كيسيون على الحجبان دونك انا نعاود نوري لكم في هاد لا فيديو. دونك كنشطو هكا الفوق ابري كناخذو لو كريون ديالنا كنرسم خط من لتحت من هنا كنجي لهاد لا بارتي الفوقانيه و حتى هي كنعمرها معرفتش واش كيبان ليكم مزيان الا غندير نفس الحاجه في الاخرى ونرجع لكم. الا كملت حجباني دابا غادي ندير هاد لونتي سيرن لانفايبل ديال لوريال نقولوا عليه لو دوب ديال طخت نغطي به حتى الحبوبات اللي عندي نستامبي بانسو فوالا استامبي تو صراحه لا كوفرانس واعره غير هو الي مات دونك الا عندكم تحت عينيكم ناشف ما نصحكمش بزاف بيه. غادي نبودري وجهي غادي نستعمل هاد لا بودغ ديال تكنيك سي اون بودغ ليبر وغندير في وجهي كامل باتيفيت وجهي. دابا غادي ندوز للبرونزر غادي ندير هذا ديال ريفولوسيون هاد اللون اللي هنايا اونغيشوف بيان لو تان باش مابقاوش صفرتين. هاد البلاش ديال تكنيك ديما كندوي لكم عليه حيت كيعجبني انا بزاف كناخذ شويه كما كنقول لكم كنديروا البلاش هنا في هاد لابارتي دي فوق ديال فنيف وغندير ان تري دايلاينر شحال هادي ما درت الايلاينر في عينيا الايلاينر اللي غندير هو هذا ديال بيس جهه الايلاينر وجهه الايطوال. انا راه ديجا صورت لكم فيديو كيفاش انا كنتراسي الايلاينر ديالي دونك بلا ما نتعطلوا فيها هنايا الا مازال ما شفتوهاش نخليها لكم في الايل فوق وغنخليها لكم تحت اون ديسكريبسيون كم لي زيتاب كيفاش انا كنرسم الايلاينر ديالي. دونك دابا غنديرها في لاكسيليري حيت ديجا صورت هاد لا فيديو. فوالا درت الايلاينر ما عرفتش كيبان لكم مزيان غادي ندير كوش ديال الماسكارا هادي ديال ريفولوسيون سميتها د ماسكارا ريفولوشن. فوالا دابا غادي ندير ان روج عليف هاد الايام كثرت من نيود وليت كندير غير نيود نيود فمي دونك دابا جو في شانجي غادي ندير هاد اللون هذا ديال جولدن روز لا ريفيرونس 34 زدت شويه الهايلايتر هذا ديال تكنيك اوسي وصافي هذا هو لو ريزولتان. دابا الربعه غادي نوضو نلبسو بما تقادو تا هما باش نصورو لكم شي فيديو غنوريكم ابخي الاوتفيت والفيديو ايتو. دونك دابا غادي نبداو نصورو لا فيديو صلا ربع عاد غادي نبداو كم حاطين التليفون هنا حاطين التليفون هنا حيت هنا داخل كنبانو واضحين ودابا غادي نصورو لا فيديو. ميمكنش شحال ضحكت مكياجي كله ويلي 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 هاد العين بكيت بالضحك ميمكنش مكياجي كله تخسر وكنا ناكل اونتخ طون
وغادي نجيو للصالون باسكو تما ما قداتناش لي سباس. شوفوا مكياجي كي ولا هذا الايلاينر ديال بيس زوين، غير هو كيضيع يعني الا كانوا عينيكم كيدمعوا ولا شي حاجه كيرول لكم الدنيا. وانا جيلي زيو سنسيبل مع البرد كندمع، ضحكت حتى هو عينيا كيدمعوا. متنا بالضحك دابا 6 عاد كملنا التصوير ديال لا فيديو. غنحط لكم اكستريم من هنا الا بغيتو تشوفوها كامله، اجي عندي سوغ انستغرام انا نكتب لكم انستغرام ديالي هنايا. النهار دغيا كيطير، اليوم غير فطرنا ما تغدينا ما حتى حاجه، ما فقنا معطلين ورنا لا فيديو ايتو. يمكن دابا غادي نخرجوا ناكلوا شي حاجه في ماكدو ولا شي كنبان لور. يمكن غنخرجوا ناكلوا شي حاجه بلا جورني كيف ما هي، داكشي اللي فيها كنوريه لكم وصافي. كنتمنى يعجبكم هاد لي فلوغ. جينا دابا الماكدو ناكلو، انا راه كنموت بالجوع من الصباح ما كليناش. فطارك انا نورمالمون كيوصل وقت الغدا كيجيني الجوع، مي اليوم حيت فطرنا مع الطلين وفطرنا ماشي فطور عادي، درنا برانش لي كريب اللي صوبت وكلينا التوست والفرماج واومليت وداكشي، دوكو كلينا بزاف. وصلنا لا كوموند تي ام سو هانغري. حنا هما الناس الهيلتي ما ناخذوش المناضة، شربوا الماء وهادشي كلشي ماشي هيلتي. هلو باك، هاد البرد ما يمكنش تخيلو. جو كلوتوري لو فلوغ هنا، كنتمنى الفيديو تكون عجبتكم وتكونوا شفتوا معنا شويه لونفير دو ديكور كيفاش كنتعذبوا باش تخرج فيديو ديال 30 ثانيه. جيسبر انه لا فيديو تكون عجبتكم. ما تنساوش تابونا عندي سوغ انستغرام، تخليو لي لايك، تابوناو ايسي سوغ يوتيوب وتخليو لي كومونتير ديالكم الا بقيتو كتشوفوا حتى لهاد الوقيته في لا فيديو. غنبغيكم تكتبوا في لي كومونتير تيك توك، انا نكتبها لكم هنايا. دونك اللي بقى كيتفرج في لا فيديو حتى لهاد اللقطه كتبوا لي في لي كتبوا لي في لي كومونتير تيك توك شي يمكن تفرجوا في شي فيلم ولا شي حاجه. وصافي هذا ما كان اليوم، ما عرفتش علاش عييت واخا ما درت شي حاجه، مي كنحس بالعيا. ان شاء الله فيديو جديده، باي باي.